اخلي بقى رجل الاتوبيس يظهر بقى في الايه، في تنورين المطعم مش في الاتوبيس المره دي، رجل الاتوبيس. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ربنا كده يموتكم بالسلامة وياخدكم بالراحة ويدفنكم جنب بعض عشان تونسوا بعض، اوعوا تزعلوا يا حبايبي، كلنا مروحين. ربنا يقدرنا ووصلكم جميعا، الحمل والتوصيل مجانا. كل سنة وانتم طيبين. 2022 اوديكم تراب البساتين. حبيبي حاجة عظيمة، انت منورني. واحد احول رمى يمين على مراته ما جاش فيه. كل يوم يا عيني اتخانق مع جارنا، عارف ليه؟ ليه؟ اكمن هو اصلع، كل ما يقف في الشمس عينيا تزغلل. الدعوة للحماة تبقى ازاي؟ ده حماتي بصراحة بحبها أكتر من مراتي، اه أطيب من مراتي كمان ما شاء الله، اللي في إيديها مش ليه. طب ولما انت بتيجي تهزر معاها بتقول لها ايه بالأمانة؟ بقول لها جوزك مات يا نينا، يعني اتصرفي وشوفي حد يتجوزك لحسن احط عيني عليك. اكمنك فيري بيوتيفول. طيب انت في بيتك كده كوميدي كده ولا جد؟ لا ساعات لما يكون في موقف كده بخش كوميدي معاهم على طول. اه انت لما تيجي تعاكس مثلا المدام الحاجة في البيت بتقول لها ايه؟ بقول لها وانا عمري والله لو لفيت الدنيا مش هلاقي زيك. سقط. وهي طبعا بتاخد الكلام ده طبعا بتهريج، بتتقبله بتهزر. يعني. عارفه ان ده هزار. طب انت القصه جت بقول لها معاك. انا لو اتوفيت يا غاليه اه همشي اضحك في جنازتك. تقولي ليه؟ اقول لها اصل اول مره اعرف انت راح فين. اول مره تعرف راح. تروح لاخواتها يا عيني وقرايبها والسوق وكده وتجيب الخضار، ما تقوليش راح فين، اول مره اعرف يا راح فين. طب انت القصه جت معاك ازاي بقى؟ حاجه عظيم يعني، قصه بقى اللي هو حكايه رجل الاتوبيس وبتاع والدنيا جت ازاي؟ انا لقيت واحده يا عيني عماله تصور فيا. اه قلت الله الست دي حاطه عينيها عليا كده ليه؟ اه رحت مطلع المشط بقى ورحت مسرح شعري، قلت ده محطه ازاي؟ عينيها ورينا كده، انت عملت ايه يعني؟ سرحت ازاي ولا عملت ايه؟ اهو. رحت مديها مشط كده، اه يا سلام، راحت السبسبه. مركزه بقى عليا اكتر. قلت لها يا ترى بتفكري في ايه؟ اه وبعدين بقى لقيت بقى لقيت ال... صورتني، قلت بس يمكن عايزه تذكار يعني تحتفظ بيه وكده. فوجئت تاني يوم يقولوا لي احنا شفناك على النت. يا النت منين يا اخوانا؟ اه انا ما عنديش انترنت مين اللي ولا قال لك بقى بعرف. اللي احنا شفناك على النت؟ الجيران كل ما اروح في حته ده انت مدغدغ السوشيال. السوشيال ميديا ومخرب الدنيا عليها، ولا الحمد لله تليفوني ما بيصورش، الحمد لله الناس هي اللي بتصورني. اه تليفون نوكيا زراير، واحد من الشرقية جابه لي هدية، اه بس كل يوم يسأل عليا أتريه عيني خايف، ما بيطمنش عليا، ده خايف لو يكون بعت التليفون. شوف بارك لك ولا حد يبارك لك. طب انت كان عندك معلومة ايه هي السوشيال ميديا وايه هي الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب والحاجات دي كلها أنا والانستجرام كده؟ من فضل الله تعالى ما بعرفش بالإنترنت خالص، هي الناس هي اللي بتصورني. بس بعد كده بقى عرفت ايه هي بقى السوشيال والدنيا وبقيت تخش تشوف نفسك مع الناس. لا الناس هي اللي بتوريني الفيديوهات، اه اقول لها ده على ايه، يقولوا لي على اليوتيوب، يقولوا لي على الفيسبوك، على التيك توك، اه اقول لهم انا فعلا بركب توك توك. بس انت بتحب الكوميديا في حياتك. بقى لان مش مستحمله نكد اه يعني، كفايه غلاء الاسعار اللي احنا فيه، وكفايه الضغط اللي احنا فيه النفسي، مش طايقين بعض بقى. يومك بيمشي ازاي بقى؟ الحمد لله بطلع الظهر كده على القهاوي، على الكازيونات، على الكافيهات، ألف عليهم عشان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. اه بتطلع من الظهر. اللي مثلا عايز يتصور معايا عايز فيديو بروح مديله سبحة وبيديني اللي في النصيب يعني. عندك بقى اسرتك مكونة من ايه بقى؟ عرف الناس بقى الحاجات اللي هي ممكن تكون مش عارفاها عن رجل الاتوبيس. يعني في 3 تزوجوا الحمد لله، ولدين وبنت، وفي لسه يوسف بس بدور له على واحدة خارج بيت، يعني نص اشمعنى عمره بقى؟ كده.
اتوفر له العفش والشقه ويلاقي عندها عيال جاهزه. كمان مش كفايه هو راح بمجهوده؟ ده سافر الغردقه يعني 3 سنين عشان اجيب له شقه، بعت لي فلوس جبتها له، وبعت لي فلوس الكهرباء كهربتها له، بعت لي فلوس السباكه سبكتها له، بعت لي فلوس المايه غرقتها له، جه بعد 3 سنين شقه وغلب لاني اتجوزت له فيه. الله يبارك لك ولا حد شكرك لك. قلت له طب يا ابني اتجوز معايا فيها. قال لي لا معلش احسن تعلق لمراتي ولا كانت حياتي. بس ايه رايك في الشيش براك؟ لا ممتاز، لو ان يعني اول مره استعمله بس خدته قبل الاكل. او ما شاء الله ربنا يجعل الوجبه دي رحمه ونور عليك يا استاذ صفوت يا بس رب. سامح يا رب. بعد عمر طويل. نتمنى من ربنا جميعا الرحمة يا رب. داخل قهوة يا عيني راحت واحدة سايبة الترابيزة بتاعتها وجات قعدت معايا، قالت لنا معجبة بك قوي، أنا بحبك قوي، شفتك كتير ومتابعاك. قلت لها أول مرة أشوف واحدة يعني ترضى عليا كده، قالت لي انا عندي العفش والشقة. مش مستعد ترتبط؟ قلت لها يا ريت. قعدت بقى احلم الاحلام الوردية، يا ترى هقضي شهر العسل في اسكندرية ولا اسوان ولا ابو زعب. الناس كلها بعد ما قعدت احلم الاحلام الوردية قالت لي معلش ده احنا برنامج الكاميرا الخفية. قلت لها الله يخفيك من على وش الدنيا. بعد عنك جالي اكتئاب نفسي، ميكانيكي فتح ورشة كتب عليها الصبر مفتاح 14. أرجوكوا أرجوكوا لما رشح نفسي تمشوا ورايا وتقولوا لي يلا يا ابن الدايرة. طلع من بيتنا يا عيني لقيت دكتور بيتر ركب على حمار. قلت له أول مرة أشوف واحد يركب على زباينه. بتخبط انت جامد يا حاج ابو عظيم، انت بتخبط في الناس جامد. ربنا يستر. اي ارمله مطلقه مش لاي حد يا اخوانا، المهر بتاعها حج او عمر. وانا خلي العصمه في ايديك بدل الغوايش. بس اخد عليك ضمان 5 سنين. بس تفتكرنا بقى ان شاء الله حاجه ابو عظيم. الكتالوج بتاعك عشان لو فيك عيب ارجعك بالكرتونه. بالكرتونه. كرتونه تاني. ايه اكتر موقف بقى لقيته كان كوميدي مع حد حاج عبد العظيم وضربته فيه، ممكن يكون بقى يكون زعل منك مثلا فيه وهو بيعرج معاك؟ في واحده كانت نفسها تتصور معايا، فقلت لها طب لو جيت تحت البلكونه عندك وزمرت تروحي نازله. قالت لي ليه؟ هو انت جبت عربيه؟ قلت لها لا ده انا اشتريت زماره يا روح امك. خدتها بضحك بقى ولا قفشت؟ لا ضحك، خدتها بضحك. في حد قفش مثلا من حاجه كوميدي انت قلتها قبل كده؟ في ناس زعلوا لما قلت لها مالك حط عينيك عليا كده، اللي انت هتطلب الطلاق عشان زعلت عشان بتحب جوزها. بس معظم الناس طبعا بتحبك، يعني بتحب انها تقف تتصور معاك وتعملوا مع بعض حاجات كوميدي. كل الناس تحبني، وربنا يخلي الناس اللي بتحبني وياخد الناس اللي بتكرهه. امين يا رب. انت برضو انا يعني انا شاكر ليك بجد، ودي حاجه اسعدتني اللي انت بتقول، اللي انت بتشوفي حتى السوشيال ميديا بتاعتك والفيديوهات بتاعتك. الناس بتوريها لي على بتوريها لي. بس انت قلت لي حاجه بقى بجد، انا يعني ده انا حبيتها جدا، اللي انت قلت رايك في اغنيه وحشتيني لسعاد نصر رحمه الله عليه. اللي انت عملتها، الفيديو اللي انت عملته بقى روعه، بكاني بكاني وانت بتبكي على سعاد نصر الله يرحمها، يعني كان رهيب. اسمه وحشتيني، وجد دخلت عندك على الفيديو لقيته رهيب. عجبك. رهيب جدا الحمد. جدا الحمد لله ما الحمد شاء الله. ده شيء بجد يسعدني والله يا حاج يعني عظيم. كنت عامله من القلب بيوصل للقلب. طبعا طبعا طبعا، ما خرج من القلب بيوصل للقلب. بخيل لما جه يموت قال لهم ما تغسلونيش انا لسه مستحمي. انت
انت بص بلاش الحاجات دي منه. عشان خلينا في افيهات تانية، حاضر حاضر، بلاش الافيهات دي. بلاش بتاعة الموت يا عيني. أربعة بيصلوا يا عيني، واحد دخل قال السلام عليكم، الأولاني قال وعليكم السلام، اللي جنبه قال له ما تردش على حد وأنت بتصلي، التالت قال صلاتكم كنتوا الاتنين بطلت، الرابع قال الحمد لله اللي ما اتكلمت. انت اشهر افيه منتشر ليك على السوشيال اللي هو ربنا يموتكم بالراحه، ده في صح؟ ناس بتطلب كده لما بتيجي تصورني، يا سلام. ادعيلنا بالموت. يعني زهقانين زهقين. الدعوه الموحده بالنسبه له اللي هي ايه؟ ربنا يموتكم بالسلامه وياخدكم بالراحه، بس ربنا ينجحكم في يور برايمري سكول وبريب سكول وسكندري سكول ان شاء الله. جبتها كلها. جميع المراحل اهو. انا زملكاوي غلبان من حلوان. لا حول ولا قوة الا بالله. وليه غلبان؟ مش ليه عايزين. ليه ليه بتجيب الكلام؟ ليه لا غلبان؟ لا لا طب ما لا، يعني ايه، ما ايه فريق محترم وجامد ما يعني، ايه فيش في ايه؟ داعي للتعصب يا اخوانا لنادي معين، لا 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 ونقعد نشد مع بعض لا لا طبعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا والله تفرقوا، هم قطبي الكرة المصرية. انما المؤمنون اخوة. طبعا مش تخليش شوية أرجوزات كده في الملعب بيفرقونا من بعض. لا ليه، لا لا كلهم لا لعيبة لا لا محترمة، لا كلهم لا، لعيبة محترمة وفرق محترمة و ماله يا حبايبي، أندرتيكر وترابل اتش وجون سينا وريمستيريو وبيك شو وسي ام بانك وكين، دي اللي بفهم فيها بصراحة. يا ولد يا جامد، دي المباريات اللي بحبها صحيح، ايه ده؟ دفاع عن النفس، ده شفتوا مصارعة. الرصة بتاعت الأسماء بتاعت المصارعة الحرة؟ ده في كمان ها؟ ماكن تاير، وفي كمان جون سينا وجون مايكل، وفي كمان بيك شو. واندرتيكر. اندرتيكر ده الرئاسة بتاعتي. بتحب تتفرج على المصارعة؟ جدا. طب وانت في شبابك بقى كنت بتلعب رياضة؟ سباحة. سباحة. كنت أحب السباحة أوي. بتحب السباحة ولا بتلعبها فرق؟ عديت نهر النيل، بس عقبال ما عديته كان العرض عرضين من الموجة دي اللي كنت بأجدها يعني. السباحة. حبيت أطلع الحاج عبد العظيم أو بيلقب برجل الأتوبيس. حبيت استضيفه عندنا هنا في المكان ونعمل معاه اللقاء الحلو ده، عشان عارف كمان اللي انتوا بتحبوه، وهو رجل ارتجالي ورجل بيقول كوميديا كده من قلبه على الله، يعني ما بيفكرش في اللي هو بيقوله، بيضرب كده اي جملة كوميديا، طبعا اكيد بتبقى في حاجات طبعا غير مقصودة، بس هو كرجل طيب، رجل جميل، بيقول الحاجات الحلوة بتاعته اللي هي اللي موجودة على السوشيال ميديا. انت شرفتنا يا حاج عبد العظيم النهاردة، بارك فيك، ومبسوط جدا 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 اللي انت كنت معايا. انا يعني مش قادر اقدر العشوة اللي انت حطيتها لي حبيبي دي، فوق راسي، ما تقولش كده فوق راسي. اسامي غريبة يعني، اول مرة اسمع في مطعم بانورين. تنورين تنورين تنورين. حبيبي انت فوق راسنا، وان شاء الله يعني الله يبارك الزيارة فيك يا رب. تتكرر مرة واثنين وثلاثة. الله انت يبارك فيك يا رب. رجل فوق دماغنا كلنا، واحنا مبسوطين احنا اللي انت اللي موجود معانا ومشرفنا. انا سعيد صالح اللي قابلته. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. حبيبي حبيبي.